واصلت المؤسسات والهيئات الكويتية جهدها الإنساني الدؤوب والمتجدد على الصعيدين الإقليمي والمحلي، خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حاليا مع تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، إضافة إلى حلول شهر رمضان المبارك. فعلى المستوى الإقليمي، أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح دعم دولة الكويت المبدئي والثابت لأعمال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا وأهدافها السامية، وشدد على حتمية تضافر الجهود الدولية لإيجاد أساليب مبتكرة ومستدامة لتمويل أعمال الوكالة في غوث اللاجئين الفلسطينيين، مستذكرا الدعم الذي قدمته دولة الكويت إلى منظمة الصحة العالمية والمقدر ب 60 مليون دولار أمريكي، والذي خصص منه 10 ملايين دولار لدعم الأشقاء في دولة فلسطين في مواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا والحد من تبعاته. وفي بيروت، أعرب وزير الصحة اللبناني حمد حسن عن شكره لدولة الكويت لمساهمتها في رفع فحص PCR لمواجهة الفيروس في البلاد إلى 2000 فحص يومياً. جاء ذلك في وقت أشاد فيه المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية الدكتور أحمد المنظري بالدعم السخي الذي قدمته دولة الكويت أخيرا للمنظمة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.